طب تعالى نحسبها بالعقل والمنطق، دول عايزين يخلصوا على دول وده حقهم من وجهه نظرهم، فلما تلاقيهم في خلال شهر خلصوا على 13 واحد من دول وعلى 9000 واحد من دول يبقى انت بتشتغلني، هتيجي تقول لي اصلهم بيستخدموا المدنيين كدروع بشريه، فتقوم انت عامل ايه بقى؟ ابوكو على ابو الدروع البشريه، اللي هو مش فارق معانا، اللي هو زي زمان كده لما كنا نتخانق مع حد ونقول له حاسب الشنطه فيها كتاب دين، فيقوم يخاف ويخشع شويه، لا هنا بقى ابوك على ابو كتاب الدين، الموضوع ملوش اي علاقه بدول، انت اللي عامل دول انت اللي خالق وجودهم وعشان ما تفهمنيش غلط وتقول لا هما اللي مولينهم والكلام بتاع المؤامرات الخيب ده مش ده اللي انا اقصده انا اقصد ان مفيش دخان من غير نار طب ما هم عايشين مع مصر في سلام دلوقتي بقالهم 50 سنه مش معنى دول عشان ليهم حق عندك فطول ما ليهم حق عندك مش هتعرف تخلص منهم ولا انت مبسوط وعاملها حجه علشان تنفذ هدفك اللي انت عايزه عارفين النكته بتاعه اتنين قدام يا باشا وفرح في الناحيه التانية ادوس الاتنين ولا الفرح قال لا طبعا تدوس الاتنين وتسيب الفرح قال له اعمل ايه بقى طالما جريوا ودخلوا في الفرح اللي بيحصل في الارض المقدسه دلوقتي في ابسط التقديرات ان هم عايزين يخلصوا على الجنس العرقي اللي هناك ولو الدراع ينخلص عليهم يتخدوهم عندكم ولما يردوا بحقهم المشروع بقالهم في سنين طويلة بيدوروا عليه بالسلم والود ومفيش فايدة يوم يطلعوا على القناة ويقولوا بيضربونا بيخطفونا اللي هو بيفكرك بالمشهد بتاع رايا وسكينة كده لما الست عضتها قالت لها ايه الولية وانا من عضتني في ايدي تكونش عدوتها